أما الذين يخشون فهم فئة قليلة، وذلك أن الإسلام لا يخشى النقد أبدا. حينما ننظر إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد عرض على العقل البشري 1260 سؤال موجه من القرآن للعقل البشري. فالقرآن لا يخشى أبدا، أو المسلمين الحق لا يخشون النقد، وإنما يجب أن يكون بأسلوب طيب. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.